هي القضيه. هو الفيفا قال ايه؟ هل الفيفا اساء للمسابقه المصريه بهذا التصنيف؟ هل مبدئيا هذا التصنيف حدث؟ أيوة. هل وضع الدوري المصري ولا وضع في اذهان الناس اللي عايزه تقول كده؟ عايز تاخد كلمه. حتى لو قلت لي ان في مواقع كتبت، ما في مواقع كتبت حاجات كتيره قوي، فده مش معيار يا استاذ عادل. تاخد الشيء من سياقه. الحقيقه ملك وكتابه مهتم من بدايته بتبني وتشجيع ورعايه النماذج الاهلاويه الشابه الواعده الفاهمه، واعتقد كتير من الزملاء كانوا نتاج هذه التجربه او هذا الاحتضان. المهندس عامر العميره اللي بيتابع تويتر كويس في الشان الرياضي يعرف عامر العميره، واحد من الناس النابهه شويه اللي ما بتعديش الكلمه. اتحاد الكره يقول كذا، يروح رايح جايب له محكمه الكاس قالت ايه يوم كذا، وادي النص بينقب بالحقيقه. منقب ده التعبير الادق، ده منقب رياضي مش اعلامي رياضي. عشان كده في بدايه ظهوره الاعلامي كان لازم يكون معانا عشان نساله بعد سيرش طويل على صفحات الفيفا وموقع الفيفا، هل الفيفا قال كده وحقيقه هذا التقرير ايه؟ معنا على الهاتف المهندس عامر العميره. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور، ازيك يا استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ ازيك يا منقب ومدقق، وتحياتي وتحيات المهندس عدلي. المنقب الرياضي. ايوه. ده مصطلح جديد، المنقب الرياضي. قول لي نتاج تنقيبك وانت اهتميت باللي اثير على تقرير الفيفا عن تصنيف الدوري المصري وكل الدوريات، ايه الحقيقه بالظبط؟ مبدئيا كده فعلا التقرير ده اتعمل في مارس. التقرير اسمه تقرير التوازن التنافسي العالمي، في توازن في المسابقات ولا لا؟ فالتقرير ده لما اتعمل استعرض كل قارات العالم، يعني افريقيا مثلا اتذكر فيها النادي الاهلي المصري خد البطوله المحليه اخر 5 سنوات، واخر 15 سنه حصل عليها 12 مره، واللي حصل على المسابقه في اخر 5 مواسم نادي واحد اللي هو الاهلي، وفي اخر 15 سنه ناديين. واتكتب ان الاهلي قتل المنافسه مع منافسينه. دي صوره التقرير اللي على الشاشه، معاك. تمام. بالنسبه لتونس. لا، خلينا الاول نقول يا باشمهندس، يعني التقرير زي ما هو واضح قدامي. الاهلي حصل على البطوله في اخر 5 سنين 5 مرات. تساوى مع بايرن ميونخ، لان الجدول حطه انه بايرن ميونخ كمان خد 5 مرات، واليوفنتوس خد 5 مرات، تمام، وباريس سان جيرمان 4، والترجي 4، وصن داونز 4، وبرشلونه 3 زي الدحيل القطري وزي الهلال السعودي. اذا ده جدول الانديه الاكثر فوزا ببطولات بلادها في السنوات الخمس الاخيره، مش كده؟ تمام. واخر 15 سنه الاهلي حصل 12 مره، بايرن ميونخ حصل 11 مره، واليوفنتوس 9 والترجي 10، وفرنسا باريس سان جيرمان 6، وفي تونس الترجي حصل 10، جنوب افريقيا كان سان داونز اخر 15 سنه 7 مرات، في اسبانيا برشلونه خدها 9 مرات اخر 15 سنه، والدحيل القطري خدها 7 مرات اخر 15 سنه، وفي السعوديه الهلال حصل 6 ألقاب اخر 15 سنه، مانشستر يونايتد حصل على 5 ألقاب اخر 15 سنه. فكل المسابقات الدوري الالماني بايرن ميونخ اخر 15 سنه 11، الاهلي 12. لو هم شايفين، هو التقرير ما ذكرش ان الدوري المصري ضعيف، هو ذكر ان الدوري المصري الاهلي قتل المنافسه مع منافسينه. ايوه. بنفس الوضع في المانيا بايرن ميونخ قتل المنافسه، وفي اسبانيا برشلونه 9 مرات اخر 15 سنه، وايطاليا وفينش 9 مرات. فلو الدوري المصري ضعيف هيبقى الدوري الايطالي ضعيف، والالماني ضعيف، والفرنسي ضعيف، والاسباني بالظبط. يعني هو التقرير فلسفته يا باشمهندس كان التركيز على انجازات الدول، الفرق اللي قتلت المنافسه او قدرت تفوز بالبطوله بقوه، اكتر من استعراض الحاله التنافسيه للبطوله نفسها. تمام. وما ذكرش التقرير ضغط الماتشات، هو اتكلم على في دول المسابقه فيها ما انتظمتش، زي في افريقيا ظروف حرب، كورونا، مسابقات اتلغت، ما ذكرش خالص ضغط المباريات. قال لك في خلال ال 15 سنه اللي فاتت، هو ما حددهاش 15 سنه، حددها مواسم.
يعني في دول اللي هم اخر 15 سنه، هم مش 15 17 سنه بس، تم فيهم 15 موسم، فهو عاملها بالمواسم الرياضيه عشان في ناس عند، يعني احنا في موسمين ما تلعبوش او ثلاثه. تمام. وفي دول لغت عشان كورونا، وفي دول افريقيه لغت عشان حروب اهليه، وده مذكور في التقرير. ايوه. وفي المعلومات بقى اللي انا في الجدول ده حضرتك موجوده بالدول كامله، يعني ايطاليا والمانيا، والتقرير بالقارات وعدد الفرق المشاركه. يعني مثلا في افريقيا عند حضرتك جزر القمر مثلا الدوري بتاعها ثلاث فرق، اكثر فرقه ليبيا 25 فريق في الدوري. في اوروبا الدوري الليتواني ثمان فرق، واكثرهم 20 فريق في اسبانيا وانجلترا وفرنسا وايطاليا، كل ده في التقرير. كونكاكاف عندك ثلاث دول في جزر توكال، و23 في الولايات المتحده الامريكيه كفرق. وعند حضرتك في اوروبا اسيا هوتان سبع فرق، في العراق 20 فريق، في الاوكيانوس جزر كيكاو اللي هي تبع نيوزيلندا ست فرق، وباباو غينيا الجديده 13 فريق. فهو ذكر لحضرتك امريكا الجنوبيه اقل دوري 12 فرقه في البراغواي، 28 في الارجنتين، يعني هو كمان ذكر القارات وعدد الفرق الاقل فين والاكثر، وكل الدوريات كم فريق في كل دوري على مستوى كل فرق العالم. يعني التقرير جايب كل حاجه عن كل فرق العالم، وفي احصائيات البطولات عدد النقاط اللي الاهلي حصلها والفرق الثانيه. هو كل اللي يعنينا عامر باشمهندس انه قد تلقف البعض هذا التقرير واراد ان يطوعه لاغراض خاصه باتهام الدوري المصري بالضعف، وان يعني السبب مجامله الاتحاد للنادي الاهلي. حضرتك يا باشمهندس لو تعرف ان التقرير ده 272 صفحه، تم اقتصاص ثلاث اسطر منه اللي هو الاهلي قتل المنافسه وما فيش هو قتل المنافسه ليس ضعفا للمنافسه، ولكن لتميز الاهلي وتميز بايرن وليفوانتس وسان جيرمان. يعني هذه ليست عيوب في هذه الانديه، والناس اللي فاهمه انها عشان ما تقتلش المنافسة لن تضعف من فرص الفرق اللي بتفوز، ده تصور غريب جدا. يعني الـ الـ يبقى نكتف الفرقة دي بقى عشان غيرنا يكسب، لكن هذا ليس لصالح كرة القدم. الكل عليه أن يتفوق بجدارته إنه يسعى. ما هو دي برضه حالات الدوري الأسباني، لأنه برضه برشلونة في آخر خمس سنين واخده ثلاثة. أيوة سيدي. لا ما هو هم عارفين طبعا، خلي بالك المنقب ودي المانيا، يعني هي هتلاقي اتباعا. هو خلاص الاستاذ عامر خرج؟ طب يا باشمهندس. لا ما حضرتك يا باشمهندس. باشمهندس انت بتقول التقرير 272 ورقه مش كده؟ تمام. هل ورد في ثنايا هذا التقرير بشكل او باخر الربط بين مصر الدوري المصري والدوري الجيبوتي او الصومالي؟ لا هو اتقال ايه؟ الدوري الجيبوتي هو مش الجيبوتي، هو الدوري المالي والدوري غينيا الاستوائيه اخر خمس سنين حورية كوناكري حصل على الدوري خمس مرات، فكاتبين برضو اللي اخر خمس سنين الدوري حورية مسيطر على الدوري، وفي مالي ملعب مالي مسيطر على الدوري زي ما اتقال في ايطاليا. فاللي خد التاتزي ثلاث اسطر من 272 صفحه، يعني خد كلمتين وساب التقرير، ساب ال 272 صفحه التانيين. والدوري الصومالي؟ بص حضرتك الدوري الجيبوتي في اخر خمس سنين في فريق حصل عليه ثلاث مرات، واخر 15 سنه سبعه، هو مش ضعيف. يعني ثلاث مرات ده زيه زي البارسا، زي الدوري الاسباني، يعني الدوري المصري. ايه علاقه ده بقوه الدوريات يا جماعه؟ لم يتساوى ده دي احصائيه. وتعبير قتل المنافسه ده بيترجم حاله ان في انديه قدرت تسيطر على الالقاب. ايه علاقه ده باتهام الدوري بالضعف؟ اتفضل يا باشمهندس. في مازيمبي كونغو الديمقراطيه، مازيمبي اخر 15 سنه حصل على الدوري 10 مرات، هو مازيمبي ضعيف 10 من 15، واخد تاني كاس العالم، لما صعد كاس العالم حصل على المركز الثاني. واخد 10 بطولات اخر 15، ده مش ضعف في المسابقه قد ما هو قوه الفريق. ما انا بوصل وبتميز في افريقيا، حضرتك خد الدوري المصري وروح خد افريقيا زي سبع مرات
هتبقى متميز يذكروك، مش معنى للدوري. تعالى تعالى ناخد مثل عشان الناس تفهم. هو بولت لما يعني كان ملك المسافات القصيره وصاحب الارقام القياسيه في كل من 100 متر تقريبا ل 800 متر، لا 400 متر تقريبا، هذا قتل المنافسه. قتل المنافسه اللي ما حدش عارف يغلبه. ايوه لحد ما طلع حد غلبه. بيغلبه بايه بقى؟ ان يكسر رقمه، مش يغلبه ان هو يعوره انه يكسره او انه يشدوه يكسر رقمه او يمنعوه من المشاركه او يحطوا له مخدر. طول ما هو قادر يكسب كان بيكسب. كارل لويس نفس الشيء، كان في سباح فيليبس ده جنن العالم كله، ما حدش عارف يغلبه. هو ده المانشيت اللي زمان اعتقد الاستاذ حمدي النحاس لا يحاسب الاهلي، بيقول لك على تفوقه اللي حصلني كسرني. يا اهل الله، يا اهل الخير يا باشمهندس. نعم معاك. يعني الواضح انه اللي حب ياخد بشكل انتقائي من تقرير الفيفا 232 او 272 صفحه، حب بدل ما يقول ان التقرير ربط الاهلي ببايرن ميونخ وباليوفنتوس من الأكثر تفوقاً على مستوى العالم، الأكثر تفوقاً في البطولة على مستوى العالم، ربطوا بما يرى ضعف الدوري المصري فراح لجيبوتي والصومال. طيب كان يقدر يروح للدوري الألماني والدوري الفرنسي. والدوري المصري لو ضعيف مش هتحط صور لعبة الأهلي في التقرير مع جنب لاعبي بايرن ميونخ ديفينسكي وكريستيانو رونالدو محطوط عند حضرتك في التقرير، حاطين حمدي فتحي وحسين الشحات في التقرير مع اللعيبة دي. لو انت دور لعيب مش هيذكرك او هو بيتكلم عن حالة انت قوي فوصل. مثلا في التنس نادال واخد بطولات قد ايه؟ التنس ضعيف ولا نادال هو اللي متميز مثلا؟ لا ما هو لو اتكلمنا في المنطق ده منطق رياضي بسيط يعني، بس للأسف الغرض مرض يا باشمهندس. باشمهندس عامر العميرة شاكرينك على نتيجة هذا التنقيب كمراقب رياضي زي ما اصطلح عليك المهندس عادل. شاكرين جدا، شكرا جزيلا.